زوج دبح وسلخ وشفى وقطع وباع لحم مراته. تعالوا نشوف الحكاية سوا. خميس شاب جزار قابل بنت جميلة كان اسمها حسنة، عجبته وقرر انه يتجوزها. فضلوا مع بعض فترة واكتشف انها مش بتخلف، اتحول عليها، ابتدى كل يوم خناق ومفيش اي حاجة عجباه، مع انهم في بداية جوازهم كانت الامور مستقرة، بس موضوع الخلفة ده عكر الدنيا خالص ما بينه. ومرة واحدة كده رجع خميس البيت وقال لها بصي من الاخر كده انا عايز اتجوز، هجيب واحدة تجيب لي العيال، انت من الاخر كده مفيش امل فيكي وانا عايز اخلف، مش هينفع ان انا، مين اللي هيمسك مالي ومحتالي والمحلات بتاعتي والكلام دوت، انا عايز اخلف. هي ردت عليه وقالت له لو انت فكرت كده تاني يبقى لازم تطلقني الاول وتديني كل مستحقاتي. قال لها مستحقات ايه وما مستحقات، ملكيش حاجة عندي. قالت له انت ناسي ان احنا ساعة لما اتجوزنا اخواتي بدل ما يمضوك على القايمة مضوك على وصل امانة ب100,000 جنيه غير المؤخر وغير طبعا القضايا اللي هتبقى ما بيننا. خميس اتنرفز ومسكها اداها العلقة المتينة، وفي العلقة دي كسر لها طرحها. هي استغلت انه خرج وهربت من الشقة وراحت لاخواتها اللي اول ما شافوها وهي متكسرة كده مسكوا الشوم والسكاكين وراحوا الخميس رنوا العلقة المتينة وكسروا عظمه وبهدلوه قدام الشارع كله. طبعا خميس شاط اخواتها قالوا له يا تدفع 100,000 جنيه يا هنحبسك، ورفعوا عليه قضية بالوصل الامانة اللي كان معاهم. وخميس شايط طبعا النيابة اكدت مبلغ ايصال الامانة وان على خميس ان هو يدفع. الغريب ان خميس دخل وسطه لحسنة انه عايز يرجع لها وانه مش قادر يعيش من غيرها وانه ندمان على اللي هو عمله وانها كانت ساعة شيطان. والاغرب ان راح عندهم البيت وقال لها انا عندي استعداد ادي اخواتك 100,000 بس مش عشان اخواتك ولا عشان وصل الامالة ولا عشان ان انا اتحبس، عشان تسامحي. وابتدى يدور عليها اغاني الحب والشوق والتغيير وانه بيتعذب من غيرها وعرف قيمتها في الفترة اللي سابته فيها. وهي في البداية كانت بتقاوم على فكرة وما كانتش مصدقة قوي يعني، بس للأسف كانت بتحبه. واخواتها قالوا في نفسهم يمكن العلقة اللي اديناها له خلته يعقل ويقدر احنا مين وهو مناسب مين. وقالوا لاختهم لو انت بتحبيه يبقى روحي له، برضو هو جوزك. حسنة دورتها في دماغها وبعد كده قررت انها ترجع لخميس، بس اشترطت عليه شرط ان يكتب وصل امانة جديد على نفسه بكل ممتلكاته، ان لو في يوم اتجوز عليها هي هتاخد منه كل حاجة. خميس من غير ما يتردد عمل كده، وده طبعا خلاها تثق فيه وتقول ان خميس اتغير وبقى واحد تاني. بس ما تنساش ان انا قلتلك في نص الكلام ان خميس شاط بعد العلقة اللي خدها منها سايبه. المهم رجعت معاه البيت وفضلت فترة كده الامور ما بينهم زي السمنة على العسل، وخميس بيعامل حسنة احسن معاملة، ده شايلها اخواتها اتصلوا بيها يا حسنة في اي مشاكل، تقول لهم لا 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 ده انا عايشة ولا كأني في شهر عسل وعروسة جديدة، ده شايلني من على الارض شيل. طيب اخواتها خلاص اطمنوا ونسيوا اساسا ان كان في خلاف ما بين خميس واخته، ده حسنة نفسها نسيت اللي عمله فيها خميس. والناس كلها خلاص شالت من دماغها المشكلة اللي حصلت دي وقالت ان خميس ده راجل متسامح وراجل اصيل وراجل ابن ناس. تعالوا بس الاول قبل ما اكمل لكم الحتة دي تعالوا نروح نشوف محل خميس. اولا في المحل هو سمعته كانت زبالة، كانوا بيقولوا انه بيخلط اللحمة البلدي باللحمة المستوردة اللي هي سعرها اقل شوية عشان يكسب اكتر، وانه كان بيغش في الميزان وان ضميره فيستك شوية، واحيانا كان بيجيب حيوانات ميتة ولحمة ميتة وما كانش مظبوط قوي. دي كانت سمعته في المحل. ونرجع تاني بقى لعلاقته بحسنة. في عيد الضحية انتظر لحد كل سكان العمارة اللي هو كان قاعد فيها واللي هي اصلا ملكه يخرجوا. اول ما حصل ده استدرج حسنة للحمام على اساس ان هم هياخدوا دش سوا، وهي بسلامة نية فكرت ان الموضوع عادي يعني بيحصل ما بين اي زوجين. مهم دخلت معاه شنكلها وقعها على الارض، حط رجلها على ظهرها وشدها من شعرها وسحب السكين على حلقها شقه، وكل ده وهو موقعها على البلاعة بتاعت الصرف عشان يتخلص من الدم وكده. سابها شوية لحد ما الروح طلعت وفرفرت وراح جايب الرقبة الاخيرة قطع راسها، بس ما اكتفاش بكده راح معلقها وسلخها زي ما بتتسلخ الدبيحة بالظبط،
وبعدها شفاها وقطعها وجهزها. وهنا كانت المفاجأة، انه نزل اللحمة بتاعتها في المحل وباع في الوقت ده كيلو اللحمة باربعين جنيه. مش دي المشكلة، الناس خدت اللحمة وهي مستغربة شوية، هي لحمة ايه دي؟ فضل يقول لهم دي لحمة خرفان بلدي. خدوها طبخوها لقوا ان ايه، اللحمة مش دسمة، مش الدسامة بتاعت الخروف البلدي. في منهم اللي سكت، ما معروف ان خميس غشاش اتكلمش، لكن حظه الاسود واحد من اللي اشتروا اللحمة دي رجع له وقال له انت حرامي، اللحمة دي مستحيل تكون لحمة خروف بلدي، اللحمة دي مستوردة. خميس مرضيش يسكت ومسك فيه واتخانقوا هما الاتنين خناقة كبيرة جدا، وضرب الراجل ده ضرب مش عادي وعوره في الشارع. طبعا الراجل بعد ما اتضرب مرضيش يسكت، اتصل بالشرطة وبلغ عن خميس الجسار ان بيبيع لحمة مغشوشة، وده كان البلاغ، محدش جاب سيرة اي حاجة تاني خالص. المهم في الوقت ده اخوات حسنة سمعوا اللي حصل وسمعوا ان خميس اتاخد، فعايزين يروحوا يقفوا مع اختهم، يروحوا يخبطوا على الباب مفيش حد بيرد، يروحوا في القسم هي مش موجودة. ابتدى دماغهم تودي وتجيب، العينات اللي اتاخدت من اللحمة من محل خميس اتحللت بعد يوم. في اليوم ده كانوا اخوات حسنة مش سايبين حتة الا وبيدوروا فيها اختنا راحت فين، لحد ما طلع تقرير العينة واللي قال ان دي لحمة بشرية. طبعا حتى رجال المباحث اتصدموا، محدش كان متوقع اساسا ان الموضوع يبقى كده، اخر توقعاتهم كان الموضوع انه دي لحمة مستوردة وهو بيبيعها لان هو لحمة بلدي او لحمة فاسدة او لحمة حيوان مفروض ما يتبيعش زي الحمار مثلا اي حاجة، لكن لحمة بني ادمين كانت صدمة كبيرة. بس اول ما اخوات حسنة سمعوا التقرير عرفوا ان دي جثة اخته وبلغوا، وطبعا كانت المباحث في شقة خميس ولقوا هناك الراس، الجلد المسلوخ، الكفوف والحاجات اللي زي الاحشاء والكلام ده كان حاططها في الفريزر. ولما نزلوا المحل لقوا ان هو مقطع كل اجزاء الجسم وبيجمدها عشان كان ناوي يبيعها على ان هي لحمة مستوردة مفرومة، ومعرضش غير بس منطقة الفخاد كلحمة بلدي، وبكده اتكشفت الجريمة. ولولا شك واحد من الزباين فيه كان مستحيل يتلاقى الحسنة اي اثر واعدم خميس. بس حكايته ما وقفتش لحد كده، لانه كان ملهم لجزار تاني بس المرة دي في منطقة الهرم. كان في مشاكل زوجية عادية جدا بينه وبين مراته، المهم الموضوع اتطور شوية، زعلت سابت البيت وراحت لابوها، هو خدته العجرفة وهي خدتها الكرامة. المهم هي قررت ترفع عليه قضايا وامور زي كده، وكانت عايزة تتمكن من شقة الزوجية، غير ان هي اتهمته بتبديد القايمة وحاجات زي كده. واخينا ده استلهم الحل من قصة خميس، قرر ان يروح لاهل الزوجة وقال لهم اللي يرضيكم انا هعمله لكم، اي حاجة انتوا عايزينها انا تحت امركم. قالوا له طب انت هتمضلنا على قايمة جديدة؟ قال لهم تمام انا ما عنديش اي مانع، اللي انتوا عايزينه هعمله لكم، المهم مراتي ترجع لي انا مش قادر اعيش من غيرها. وابتدوا يلاحظوا انه اتغير وانه بيحاول يرضيها، ودخل كذا وسيط عشان يضمنوه. المهم ان هي ايه قالت اشوف والله لو بقى فعلا كويس ايه المانع، مفيش ست عايزه تخرب بيتها بايديها يعني. ورجعت معاه وفضل فتره هو وهي الدنيا بينهم زي السمنه على العسل بالظبط زي خميس. لحد ما في يوم كانوا قاعدين مع بعض بالليل كده، وفي لحظة غدر سحب السكينة وقطع رقبتها وجهز الجثة وقطعها وظبط الأمور، وكان بيستعد انه يبدأ ياخد الجثة او اللحمة عشان ينزل بيها. اتفاجئ ان ابو الزوجة جاي لهم عشان يطمن على بنته، ارتبك وما كانش عارف يعمل ايه، راح مسك الجثة وحطها جوه التلاجة وقفل عليها وهرب هو. ابو البنت استغرب ان هما ما بيردوش وفي نفس الوقت هما الاتنين مش موجودين، في حاجة غريبة، قلق بس ما عملش حاجة. اول يوم انتظر يومين وبرضه مفيش حد بيرد عليه، قرر يرجع كسر باب الشقة عشان يفهم فيه ايه، شم ريحة غريبة طالعة من التلاجة، فتح ولقى راس بنته وجثتها. وطبعا حادثة خميس كانت ملهمة لناس تاني، زي مثلا سنة 2023 اسم شرطة المنتزه تالت
جاله بلاغ بخروج ريحة بشعة جدا من مسكن ألف عين ألف اللي شغلته جزار. الشرطة اتحركت للمكان واتفاجئت بجثة متعلقة على الدولاب، واضح انه كان بيجهز عشان يشفي الجثة بس للأسف ملحقش. قطع شرايين اليد، وده اللي لحظته المباحث اول ما دخلت، وكان سايب الجثة تتصفى من الدم. لما اتقبض عليه اكتشفوا انه حصل خلاف بينه وبين الزوجة بسبب ان هو كان بيضربها وكان بيعاملها بشكل سيء جدا. الزوجة قررت ان هي تنقل بعض الاجهزة والحاجات اللي هي شارياها لبيت ابوها. هو ابتدى يشك في سلوكها، وابتدى يشك ان هي على علاقة بواحد تاني وعايزة تتطلق عشان تروح للشخص التاني. وهنا حصلت مشادة ما بينهم، وهو بيكلمها اديته ظهرها وكانت هتاخد بعضها وتخرج. مسك إشار بحريمي ولفه حوالين رقبتها وما سابهاش غير لما اتخنقت، ومسكها دخل بيها قط النوم وعلقها على ضرفة الدولاب بالمعكوس، يعني رجليها فوق ورأسها تحت، وقطع الشرايين علشان يصفي الدم، ونزل عشان يجيب عدة التقطيع السكاكين اللي كان هيقطع بيها جثتها. وللأسف ان جريمة خميس الجزار ما كانتش مجرد جريمة، لكن كانت مصدر إلهام لناس كتير، لأنه ببساطة فكرته كانت جهنمية، إن يتخلص من الجثة في بطون الناس. وعلى فكرة الموضوع ده ما حصلش عندنا وبس، لا، في سنة تقريبا 1995 في الولايات المتحدة الأمريكية كان في راجل اسمه جوزيف ميسيني، وده كان متخصص في إنه يصطاد فتيات الليل. يطلب منهم في الاول ان هم ييجوا معاه بهدف علاقة جنسية، وبعدين يهجم عليهم، يغتصبهم، يعذبهم، يقطع في اجسامهم وهم احياء، واخيرا يقتلهم. في البداية جوزيف ميسيني ما كانش عارف يتخلص ازاي من الجثث، وفي نفس الوقت كان بيمر بأزمة مادية، وهو بيقطع في جثة جه على باله كده، هو انا ليه ما عملهاش سندوتشات؟ وده فعلا اللي عمله. ده هو ما عملش سندوتشاته بس، ده فتح عربية للبرجر، وكان كل ما يخلص اللحمة اللي عنده يجيب له ضحية جديدة. ولما اتقبض عليه كان عنده في التلاجة ضحيتين، وقدم لحمتهم في السندوتشات على انها لحم خنزير. واتقبض عليه بسبب ان بنت من اللي كان بيحاول يقتلهم قدرت تهرب منه ولحقت نفسها قبل ما تبقى موجودة في السندوتشات. وقبل ما اقفل الحلقة دي عايز اقولك بلاش تبخل عليا بانك تعمل لايك للحلقة دي وتكتب لي كومنت عشان تساعدني ان الفيديوهات تنتشر، ولو مش عامل سبسكرايب للقناة فبستأذنك تعمل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. وعلى فكرة عشان اعمل لك الحلقة دي فعلا محتاج مجهود كبير، فلو عجبتك بعد اذنك ساعدني ان الحلقات تتشاف اكتر. وشكرا ليك، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله قريب. سلام.